مرحبا بكم معنا اخرى في برنامجكم زينزان. مع حلول فصل الصيف بزاف ديال السيدات كيبغيو يتخلصوا من الوزن الزائد. حنا غادي نعرفكم على طرق جديده اضافه الى نصائح اخصائي في التغذيه. اما غزلان فغادي تاخذنا لعالم ليبيلاسيون. غادي نتعرفوا جميع على ليبيلاسيون بالخيط اللي هي سريعه وغير مؤلمه. واخيرا ما نساوش الغلوكينغ اللي كنبدلوا فيه الشكل ديال المشاركات. نبداو الجوله ديالنا في عالم الجمال. بعد نجاح عطر I love you I love you tonight حان الوقت إصدار عطر I love me لدار لوي الإسبانيا. ورغم تشابه الأسماء هذا الإصدار العطر الجديد هو مختلف حيث أن الرائحة ديالو تدل على الرقة والأنوثة. فهو تحتوي على مزيج من الفواكه الشهية بحال الفراولة اليوسفي والكيميتري. أما قلب العطر فهو تتوفر على نكهات الفلفل الوردي وأزهار المانيوليا. وأخيرا في قاعدة هذه النكهة الحسية نوجد التوت الأحمر المسك خشب الصندل والفاني. الكثير تقول ان لو ستريس تساهم في شيخوخه الجلد، لكن النظريه العلميه الحديثه اورميسيس زاد تلميح على هذا القول، فاكتشفت ان التعرض المنتظم للميكرو ستريس تزيد من قوه مقاومه الجلد. دار جيفنشي اعتمدت هذا الاكتشاف تصميم مجموعه فاكسين فور يوث. فلو سيروم ديال المجموعه او المحلول المعالج بجوج تولدوا دي ميكرو ستيمولي على البشره باش يساعدوها تنتج ادوات دفاع ضد الشيخوخه وعلامات السن. فبعد 6 ساعات فقط من الوضع تلاحظوا زيادة بنسبة 24% البروتين مقاومة الشيخوخة لـ HSP70. خلايا البشرة تصبحوا أقوى فعملية ظهور تجاعيد تتحبس والوجه تصبح موحد مرن ومشدود أكثر. إذا كنتوا تتبحثوا على أحمر شفاه تناسب شخصيتكم فلوغيال لقات الحل بواسطة منتوجها الجديد غوش كاغيس اللي تقدم لون جميل ممزوج بلمسة هوائية وخفيفة على الشفتين. هاد أحمر شفاه تحتوي على ليونة لا تصدق بمساعدة البوليمير اللي فيه. أما كونه مركز بالزيوت فهاد الشيء تجلب إحساس بالراحة وكذلك لمعان خارق. متواجد بألوان عديدة فهو بكل بساطة المستحضر اللي لازم نقتنيه باش نحصلوا على فم شهي ومضيء. مختبرات غارنييه دائما في البحث على حلول مهداة للبشرة المستعصية، واليوم صدرت مجموعة بيور اكتيف اللي هي جيل جديد للعلاجات لمكافحة البطور والإخفاء البقع. منتوجات لاغام تحتوي على 2% من حمض الصفصاف او لاسيد ساليسيليك اللي هو مضاد قوي للجراثيم فتساعد في تطهير المسام وإزالة العيوب. اما المكون الثاني ليغباغوبير دو المصدر النباتي ديال لو فاكسينيوم ميرتيلوس فهو معروف بقدرته على اصلاح وتجديد خلايا الجلد. فمع هذه المجموعة الجديدة أصحاب البشرة العنيدة لقوا الحل الأمثل. باش نتخلصوا من الوزن الزائد كلنا كنعرفوا أنه واجب علينا نقوم بالرياضة ونتناول وجبات متوازنة. لحسن الحظ كيتواجدوا دي سنتر اللي كيعاونونا في هذه المهمة عن طريق وسائل جديدة غنكتشفوها في الغوبورتاج إضافة إلى نصائح أخصائي في التغذية. كثير من النساء تكسبوا بعض الوزن الزائد خلال فصل الشتاء، ولكن فاش تقرب فصل الصيف تصبحوا تبحثوا على جميع الطرق باش يتخلصوا من هذوك 3 الى 5 كيلو اللي زادت. الطريقه الامثل تتكمن طبعا في النمط الغذائي السليم. فالحميه اللي تتوالى من النساء اللي في هذه الوضعيه هو لو ريجيم هيبوكالوريك او لو ريجيم اكيليبري اللي تكون من 1100 حتى 1200 سعره حراريه، واللي غادي يتم بشرح النموذجي ديالو الدكتور الزروادي. احسن طريقه تنظن هي انه الواحد ياكل واحد لو ريجيم اكيليبري يعني متوازن. ياكل في الصباح مثلا ربع الخبز بالحق يكون ديال القمح، لان الخبز ديال الفورس ما تيخليش الواحد يضعف. زيد معاه اما شويه ديال الزبده اما شويه ديال الفرماج يكون ليجي، ويزيد معاه اتاي بلا سكر. وفي الغداء ياكل شلاضه متنوعه، فوالا يدير واحد الخليط ديال اون جاردينيير دو ليغوم، ويزيد معاه اما بواطه ديال الطون ولا يزيد معاه شويه ديال البيبي ولا شويه ديال اللحم ولا شويه الدجاج ولا شويه ديال الحوت ولا شويه ديال القمرون. تقريبا 125 غرام ديال اللحوم مع 400 غرام ديال الخضره. ما ينساش يشرب نص لتر حتى لتر ديال الماء في الغداء. وفي الليل ياكل ربع الخبز ديال القمح باشي ديال الفرس مع واحد الفرماجه ومعها مثلا كاس ديال الياغورت، ولا ربع ديال الخبز وبيضه مسلوقه زائد تفاحه زائد ياغورت. ولكن من بعد هذا الشرح شنو هي النتيجه اللي تنحصلوا عليها بهذه الحميه؟
كاين بعض الناس اللي تيطيحوا كيلو حتى لجوج كيلو في الاسبوع الاول، ولكن الهدف ديال الطبيب ديما تيمشي على تقريبا كيلو في الاسبوع. كيلو في الاسبوع راه سي تري بيان. اللي تيبغي يحافظ على النتائج اللي تيحصل عليها لازم يرافق لو ريجيم بحصص الرياضه. واليوم في المغرب صبحت تتواجد بعض المراكز فين السيدات يقدروا يقوموا بالرياضه من نوع جديد. هاد الحصص تعتمد على آلات وتقنيات خاصة باش نحرقوا أكثر سعرات الحرارية في أقل وقت. فبالنسبة للسيدة اللي تترغب تنزل حتى الخمسة كيلو، 20 حصة ديال البودي ستايلينغ غادي تكفيها باش تنزلهم في 3 ديال الأسابيع. أجيو نتعرفوا على هاد المنهج الحديد اللي لقى صدى كبير في الدول الأجنبية. الكونسيبت ديال البودي ستايلينغ كيتضمن 4 ديال المراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة ديال التشخيص، كتدخل عندنا السيده كنميزوريوها، كنشوفوا لا كاليتي ديال لابو ديالها، كنشوفوا البلايص اللي هي اللي بغات تضعف فيهم ولا بغات تضعف كلها. دونك المرويده الطبيه كتدير ليها بروغرام. المرحله الثانيه هي ديال الام تي بي، هي لي كابين شوفي على 36 درجة الحرارة، وكتكون مصاحبة بالمرويضة الطبية باش كتكوريجيها إلا دارت دي موفمون ماشي هما هادو وكل شي حاجة، لأنهم هاد لي زيكزارسيس اللي كدير كيكونوا مدروسين مزيان باش كيحرقوا لنا الشحمة. يعني تأنه اللي دارت 30 دقيقة في هاد لاماشين وهي الماكسيموم اللي كنقدروا نعطيوها، بحال دارت ساعتين ديال الرياضه. اما المرحله الثالثه اللي هي اله الاوزون، وهي عباره على اله تشبه كابسول فين تتوضع السيده لمده 15 دقيقه. الاوزون اللي هو اكسجين مزود، الصفه ديالو انه تدخل مع ماء سام للبشره باش ينقيها من لي توكسين، وكذلك يقوم بلو دريناج ديال الدهون اللي تنكونوا حرقنا خلال لا ام تي بي. من الفوائد الكثيرة ديال اللوزون هو أنه كذلك تحسن من مظهر البشرة، فمع الوقت السيدة تتخلص من الشوائب، من مظهر لابو دورانج، وكذلك من الفيرجيتور. أما المرحلة الرابعة واللي هي مهمة بزاف، فهي مرافقة هذا الكونسيبت بنصائح غذائية. من النصائح اللي خص الواحد يدير فصل الصيف هو يشرب الماء، جوج لتر الماء في النهار على الأقل، ما يكلش فيه لي زانتيردي من غير بحال المونادا، بحال لا كريم فريش، بحال كاع داك المواد اللي معروفه ما تطلبخش الواحد ياكلها. وفي الغداء ياكل غدا متوازن، وفي الليل عاوتاني العشاء يكون خفيف، لانه الناس خصهم يفهموا بانه سورتو الماكله ديال الليل هي اللي تتغلظ، دونك العشاء خصو ديما يكون خفيف. اليوم غزلان غادي تقربنا اكثر من تقنيه ليبيلاسيون بالخيط، اللي هي تقنيه قديمه استعملت في الهند، في ايران وفي تركيا. هاد التقنيه سهله وغير مكلفه، باش نتعرفوا عليها اكثر نشوفوا غزلان. اليوم غادي نجرب لكم واحد الطريقه طبيعيه لازاله الشعر الزائد لما يعرف بالخيط. هاد الطريقه هذه فهي مشهوره جدا في الهند وفي الشرق الاوسط، وكذلك فهي اقدم الطرق لازاله الشعر الزائد. ما نطولش عليكم، اجوا معايا. اليوم معنا سناء الشريفي استيتيسيان اللي غتشرح لنا اكثر على ازاله الشعر بالخيط. سناء بونجور. بونجور سناء، شنو هو هذه التقنيه هذه ديال ازاله الشعر بالخيط؟ الو، هي طريقه اخرى لازاله الشعر عوض الغازوار او لاسيغ او الحلاوه او ليبيلاسيون ديفينيتيف ديال لازير. ديال لازير وي. ومنين جاتنا هذه التقنيه؟ الو، هذه التقنيه هذه جات من الهند وبشوي بشوي انتقلت للشرق الاوسط باش توصل عندنا حنايا. هنايا هما لي بوين بوزيتيف اللي كنقدروا نلقاو في هاد ليبيلاسيون ديال الخيط، اللي ما كتعطيهاش لنا باغ اكزومبل لا سير ولا الغازوار ولا ليبيلاسيون ديفينيتيف. الوغ لا سير ازاله الشعر بالخيط هي يعني طريقه فعاله. كيف كنعرفوا الغازوار دون 3 جوغ كيعاود كتعاود لا روبوس ديال لو بوال، لا سير كذلك، مي لا سير ما كتزولش داك لو بوال اللي كيكون صغير، لي بيلاسيون ديفينيتيف ما كتصلحش لو بوال اللي كيكون رقيق. الوغ لو فيل كيمكن لو زول، يعني شعر غليظ شعر رقيق، وكتكون بطريقه نهائيه، يعني ما كيخلي لا شعره صغيره لا شعره كبيره. وبالنسبه لي كونتر انديكاسيون، شكون الناس ما يقدروش يديروا هاد ليبيلاسيون ديال الخيط؟
كاع الناس يمكن لهم يزولوا يديروا هذه الطريقه ديال الخيط، ميم بالنسبه للسيدات اللي عندهم بشره حساسه. الوغ الخيط هو احسن اكثر للناس اللي عندهم البشره الحساسه، لان كيف كنعرفوا بلاستيغ، لاستيغ ديجا سخونه، زائد فاش كنجروا لاستيغ هذيك الغولاشبون ديال لابو التراهلات ديال البشره. الوغ كو لو فيل يعني هي طريقه طبيعيه، ما فيها لا سخونيه لا يعني ما كتوصلش ديجا لابو باش بورتيغي لابو لا والو، كتوصل غير الخيط كدول غير لو بوال، ما كنقيسوش كاع لابو. طوندي كو لاستيغ كنديرو على لابو كيقول لك مع الوقت كتعطي ترهلات كتبين بحال قلنا ترهلات لابو، ما كتبقاش عندها هذاك لا تونيسيتي ديالها. هولة البشره زائد كيف كنعرفوا لا سيغ سخونه دائما بعض المرات كيبقاو ديتاش ديتاش كاريمون سوغ لو فيزاج بالسخونيه ديال لا سيغ. طوندي كو في الخيط ما عندناش هاد المشاكل، ما كاينش كاع هاد المشاكل كلها. وبالنسبه واش السيدات كما كنعرفوا كاين السيدات اللي كيديروا لا سيغ عندهم في الدار، واش بالنسبه للخيط حتى هو نفس الشيء؟ واش السيده باغ اكزومبل الا علمناها كيفاش ديروا تقدر ديروا بوحدها؟ يمكن لها ديروا كلها، ولكن ما غاديش دير يعني بطريقه يعني باش غتحيد لو بوال كله، لان الطريقه ديال استعمال الخيط كنحاولوا دائما كنمشيو في لو سونس كونطخ ديال لو بوال. الوغ كو السيده الا استعملت دارتو راسها براسها ما يمكنش ليها تتبع دائما لو سونس كونطخ ديال لو بوال، دائما يعني غتخدم على حسب فين جاتها ايدها. اكزاكتومون، ما غاتقنش هذاك ازاله الشعر اي دوكو غيكون عندها مشاكل من بعد، مشاكل من ديال لو بوال اللي ما كيخرجش ما كينوضش مقاد، كينوض في ان سونس كونطخ على لي زوطخ بوال، ما كيجعلو كيبان دي فوا كيبان وما كتفينش، ماشي بحال الوغ الا دارتو لك متخصصه في التجميل غادي تزولو لك يعني بطريقه ما غادي تخلي لك حتى شي زغبه، غادي تقل الخدمه ديالك. وبالنسبه كنعرفوا بان سمعت انا بزاف الناس كيقول لك بان الخيط كيضر اكثر من لاستيغ، واش هادشي بصح؟ الوغ كيضر شويه حيت الخيط كنمشيو تقريبا بحال بسطر بسطر، ماشي بحال لاستيغ. لاستيغ فاش كنزولو بارتي كلها، الوغ كتجي ما كتحسش بها بزاف، مي ما كضرش زعما فغيمون، مي الحمد لله زعما الناس كلشي كيستحملوها وكيديروا ليبيلاسيون بالخيط. الوغ كو حنا هنا عندنا ليبيلاسيون بالخيط اكثر من ليبيلاسيون بلاستيغ او بال. وبالنسبه للثمن واش بحالو بحال لاستيغ؟ نفس الثمن. واش بالنسبه للدوبي شحال ابوبخي لو بري؟ ابارتيغ دو 30 درهم. داكور. وبالنسبه لشي نصيحه تعطيها للسيدات كي سيبيل اللي باقيين، عدد كبير من السيدات باقيين كيلتاجئوا سوا لاستيغ سوا الخيط دي فوا ميم لو غازوار، اش كتقدري تنصحي هاد السيدات هادو؟ كنصحهم بيان سور باستعمال الخيط، حيت سيغتو دائما الخيط حنا كنديروه يعني على الوجه، والوجه دائما متعرض يعني لاشعه الشمس يعني بزاف د الحوايج، الوغ من الاحسن يديروا الخيط اللي هي طريقه طبيعيه زائد انها طريقه فعاله. بارفي، ندوزو نجربو؟ بيان سور. علي تناخدو تالك باش تنديروه على لابو. علاش كنديرو التالك على لابو؟ باش ما تتبقاش لابو كغون. تنستعملو خيط عادي ديال الخياطه كيف كتشوفو هنا. تنزولو دائما بلو سونس كونطخيغ ديال لي بوال. هو صافي مال واحد شويه مي ماشي بزاف، وكيصلح اكثر لي بول اللي كيكونوا سونسيبل حيت ما تيخليش لي روجور. كيف كتشوف معنا لو فيل ما تيجرش لابو، تيقيس غير لي بوال من الفوق وتيزولو، تيزول من لي بوال اللي كيكونوا رقيقين وكيكونوا قصار اللي ما كتسولهمش لاستيغ. اكزاكتومون، وما تيخليش لي روجور وتيصلح اكثر لي بول اللي تيكونوا سونسيبل من بعد ما تيديرش لي بوطون نهائيا. سي فري كو لاستيغ بعض الناس كدير لهم حبوب من غير كتحمر، كاينين شي ناس اللي ما كيقدروش كاع يديروا لاستيغ باسكو كدير لهم حبيبات صغيوره سي كوم دلاكني، وما يمكنلاش الا كانت معروضه ولا شي حاجه ما يمكنلاش ديرها في نفس النهار لاستيغ. اكزاكتومون، خاصها ديرها 24 ساعه قبل عاد تقدر تخرج. مي لو فيل تيمكن لها ديرها وتتمشي تعرض داك الصح حيت ما تيبقاوش لي روجور نهائيا، وميم لي بوطون ما تينوضوش حيت هو سي افيكاس. باسكو ما كنوصلوش لابو، ما تنوصلوش لابو نهائيا وما تيتيغيش لابو. كتحسي دابا انت بان لابو ديالك ما تنقيسهاش. سي فغي، وكان ضرني غير في الاول دابا مابقاش كيضر. نو، مابقاش تيضر حيت نورمال سي نورمال بحال لاستيغ كوا. اكزاكتومون، مي لاستيغ هي اللي ما كضرش اكثر لحقاش تتزول بلو بابي، تتزول دان سولكو اكزاكتومون، ماشي بحال لو فيل تتزول بشويه بشويه.
وهذا تيفيني كثر. ميم هذوك لي بوا اللي تيكونوا قصاورين اللي ما تيمكنش لاسيغ تزولهم تيزولهم. إزالة الشعر الزائد بالخيط هي طريقة فريدة من نوعها طبيعية اللي ما كتأديش لنا البشرة ديالنا. كنصح بها جميع السيدات اللي عندهم البشرة ديالهم حساسة وكذلك السيدات اللي كيزولوا الشعر الزائد ديال الوجه بالأكمل. أتري بيانتو. والآن وصلنا لفقرة الغلو كينغ اللي كنغيروا فيها مظهر المشاركة ديالنا من الشعر للمكياج حتى اللباس. الأخصائيين ديالنا واجدين لهذه المهمة. نشوفوا جميع غلو كينغ هذا الأسبوع. بونجور، سميتي مريم، عندي 20 سنة، شفي ليسيان، جيت لزينوزين باش نبدل الستيل ديالي ديال ليسيان ونشوف اللي غادي يجي معايا ونشوف لي نوفو ستيل ديال الصيف. بالنسبة للشعري والمكياج نخلي الخبراء هما اللي يقترحوا عليا شنو اللي غادي يجي معايا. مريم كانت من المحظوظات اللي فازوا معنا بلو غلو كينغ ديال الحلقه ديال اليوم، وهي طالبه فلو لوك ديالها ما تختلفش على باقي الطالبات، وحنا قررنا اننا نغيروا لها من المظهر ديالها. شاهدوا معنا المراحل. اليوم معنا مريم بغات ان شانجمون واقترحنا عليها دي ميش دي روفلي باش نفتحوا لها لا كولور ديالها فيغ سوندري، و ابري غنديروا واحد لا كولور ميال باش نحيدوا لوغو اللي غيخرج لها في الشعر مع فرونسي. انطلاق لكل تغيير في الشكل تبدا طبعا بالتغيير في لون الشعر. مريم اللي شعرها داكن بطبيعته ما تتهتمش به بزاف، الشيء اللي جالو تيرن وفقد البريق الاساسي لجمال الشعر. داكشي علاش قررت حسنيه ترجع لها اللمعان وكذلك تمنح لها الاشراقه على وجهها بواسطه ديماش رقاق اللي غادي يعطيو دي غوفلي دوغي في الشعر. من بعد غادي توضع فوق منهم ان بلون سوندري باش تحصل المشتركه على لون صيفي ومضيء ولكن في نفس الوقت طبيعي وسهل في الصيانه ديالته. بوغ مريم غنحتافظو بطول الشعر حيت بغات مريم تحتفظ بلا لونغور دو شوفو، وحيت بلا من دوفون غنعطيو ان بو ديغرادي ان بو دو فوليوم غنديغراديو شويه باش يبقى افي جون وفلاش ديالها. من بعد لا كولور تنمروا لا كوب. مريم تتميز بشعر متموج لكن ديما تجمعو اون كو شوفال سوكي ابلاتي القدام ديال شعرها وجعلها تفقد سي بوكل. باش نرجعوا لها لو فوليوم اختارت حسنيه تخدم الشعر اون ديغرادي، الشيء اللي غادي يجعلها تتحكم في ليبيسور ديال الشعر وتعطي اون فورم تتحتوي على تموجات وحركه. اما بالنسبه للطول فالشعر بوكلي تحتاج انه يبقى طويل باش السيده ما تلجاش لديبروشينغ ريغولي، داكشي علاش حسنية احتفظت لها على الطول ديالو. اليوم معنا مريم غادي نديرو ليها غوفلي مكياج دو جوغ، غنديرو لها دي كولوغ ديال الصيف، الوان ديال لي خارجين في هاد الصيف، غنديرو لها ان فيغ بيستاج ان بلو تيركوا ميلونج
تابعوا معنا لا ميثود ديال الماكياج. ودابا تنمروا لفقره التزيين الوجه، فين مريم غادي تحظى بمظهر جديد، خصوصا انها بالعاده ما تستعملش لو ماكياج. بما اننا داخلين على فصل الصيف، فالالوان اللي غادي نستعملوه هما الوان طازجه وتدلوا على حلول الفصول الحاره. اول مرحله هي وضع لو فون دو تان اللي غادي نختاروه بلون بشره المشتركه واللي غادي تخدم حسنا بالاصابع ديالها. من بعد غادي نثبتوا لو فون دو تان بلا بودغ ليبر. تنبداو مكياج الاعين بوضع اللون فيغ بيستاش على المساحه المتحركه ديال الجفن، قبل ما نزيدو عليه اللون الازرق المايل فيغ لو تشوركواز فوق الجوانب الخارجيه ديال العين. حاجب تنوضعوا اون بودغ بيج لجلب الضوء، تنرسموا العين بلايلاينر الاسود لاظهار الشكل ديالها. اما اللون اللي تنستخدموه باش نكحلوا وسط العين فهو لو بلو نيون. قبل ما نمروا للماسكارا تنعمروا الحواجب باش يبانوا اكثف. اما الماسكارا فهو تيتحط او غاديسيل ثم تيتمشط بواسطه الفرشات باش نحصلوا على رموش اطول. تتمر حسنا الوضع لو فاراجو اللي اختاريناه برونزي باش يعطينا نضاره مماثله اللي تنحصلوا عليها من بعد حمام شمس. واخر مرحله هي وضع احمر الشفاه الوردي بواسطه الفرشات المناسبه، ثم الحصول على اللمعان باستخدام لو جلوس. مرحلة التجميل سالت وحل الوقت المرور لفقرة ارتداء الملابس. مريم بحكمها طالبة لو ستيل فيستيمونتير ديالها تتكون غالبا من جين و تيشيرت، فحنا اليوم غادي نعلموها كيفاش ان جين الى تناسق مع الالوان الدارجة وبواسطة كلكوز اكسسوار تصبح في منتهى الاناقة. اول لوك تتكون من جين سليم تظهر كانه مخدوم ان باتشورك لاتجاه الشكل ديالو متميز وعصري. وضعنا مع ان ديباردور بلون صارخ وهو الاصفر، وهو من الالوان المفضله لنا هاد فصل الصيف لانه لون مرح تجلب البهجه والفرح. لي صندال العاليين تتبعوا هاد اللون وكذلك لو ساك ان باندولير. اما من ناحيه الاكسسوارات فارتدت مريم ان غران فولار باريولي يقدر يتلبس فوق العنق او فوق الشعر، فالاستعمالات ديالو عديده. ارتدت كذلك ان سوتوار باللون النحاسي فيه لو موتيف ديال لو يبو اللي شاهدنا كثير هاد السنه. وبما ان الشميشه رجعت فلبست كذلك نظارات شمس بلو ديغادي ديال لو بيج. ثاني لوك مختلف، فمن الوهله الاولى تيوحي لينا بلو ستيل مارين، لكن هو في الحقيقه مزيج ديال لي زامبريمي. فكيف ما تلاحظوا لو بلازير تحتوي على دي غيور بالابيض والاحمر، وضعنا معاه ان مارسيل بلون ان جين سليم قصير منقط بدي بوا بلون. باش نمنحو شياكه لهذا لو لوك سهل في الحصول عليه، وضعنا ان ميني فولار تذكرنا بالوان لا توني، دي براسلي كذلك بنفس الالوان، و اون بوشيت اي دي ساندال كوراي المتميزين بالكعب الخشبي ديالهم اللي صبح على موضه هذا الموسم. اخر مظهر غادي تطلق به مريم هو عباره على ان جين بوي فريند باللون الازرق، ودعنا مع ان ديباردور بلون وان جيلي طويل بنفس اللون تحتوي على لو دوغي في لي غوفير ديال لو كول ديالو. هاد اللون الذهبي هو اللي استوحينا منه في اختيار لو ساك المناسب للسهر وكذلك لي زاكسيسوار. فهاد المره اختارينا ان المشتركه تلبس دو سوتوار، واحد تحتوي على فيل ذات ايحاءات شرق اسيويه والثاني فيه ريشه باللون الاخضر باستيل. هاد اللون الاخضر تنعاودو نلقاوه في الفولاغ المشكل اللي وضعت مريم حول الرقبه ديالها. اخر اكسسوار هو هاد المجموعه ديال لي بغاسلي بالابيض والذهبي،
وفي فينال تنعود نلقاو اللون الابيض في لي صندال. بعد لا فان ديال لا جورني ولا فان ديال الغلوكينغ ديالي عجبني شعري بزاف و سي تري غلامور اي لو ماكياج صافي استيفال صافي كيفكرني في الصيف اي سي ناتوريل اوسي. بالنسبه لي توني عجبوني بزاف اتعلمت كيفاش نسق ما بين لي كولور وعرفت لي كولور اللي خارجين هاد ليتي اي لي اكسسوار اوسي و ميرسي زينازن. كنشكروا جميع السيدات اللي كيبعثوا لنا بالاسئله ديالهم وكان وعدهم باللي غنجاوبوهم عليها كيما غنجاوبوا دابا ساره اللي عندها 22 عام وكتقول لنا باللي شعرها قصير بغات تعرف كيفاش يمكن لها يطوال دغيا باش تقدر تبدل من لو ستايل ديالها. خصنا نعرفوا اولا باللي الشعر ديالنا متكون من 100,000 حتى 150 شعره اللي كيعيشوا حتى لخمس سنين ومنين كطيح هاد الشعره كتعود اوتوماتيكمون بوحده اخرى. خصنا نختاروا شامبو على حسب نوع الشعر ديالنا. نختاروا ام ماسك مغذي وما نساوش بان المساج كيعاون الدوره الدمويه بالتالي كيسرع عمليه نمو الشعر وما نساوش نقطعوا لي بوينت كل 3 شهور. حلقه زينو زين لهذا الاسبوع انتهت. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا ونتلاقاوكم الاسبوع المقبل في حلقه جديده. الى اللقاء.